تجعل المخاض عسيرا. لقرابة نصف شهر يخوض عمال النقل الحضري إضرابا مفتوحا، فهم متخوفون من ضياع حقوقهم الاجتماعية التي تراكمت خلال فترة اشتغالهم مع 6 شركات للنقل تملك امتياز تدبير القطاع في المدينة. ربورتاج جليلة بن فتان، أمين بلكوري. ما زالت تطوان تعرف شللا تاما في قطاع النقل الحضري بعد دخول الاضراب المفتوح والمبيت الليلي للمستخدمين يومه 13. عشرة العمال اصبحوا في عطالة اجبارية وسط توقف صرف اجورهم خلال 3 اشهر الاخيرة بالنسبة للشركات المكلفة بتدبير النقل بالمدينة، وكاد مطالبة السلطات المحلية بادماجهم في اتفاقية التدبير المفوض. اعتراف بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي لان هي الوثيقة الوحيدة اللي يقدروا يدلوا بها الشركة الجديدة. ومع حقوق اخرى ما عندهم العمال ما عندهم حتى شي وثيقه اخرى يدلوا بها، لا بطاقه شغل لا ورقه اداء. اصبحت هناك يعني مخاوف حقيقيه واقعيه لدى العمال من امكانيات عدم ادراج عدد كبير من الاسماء من العمال في اللوائح المسلمه للشركه المفوض لها مستقبلا. نقابة العمال فتحوا حوارات عدة مع الجماعة الحضرية لتطوان، طالبوا بإدماج جميع العمال في اتفاقية التدبير المفوض وعدم إقصاء أسمائهم في اللائحة الجديدة الخاصة بهذه الصفقة والتي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا. في انتظار مصادقة السلطات المركزية على هذه الصفقة واللي كتضمن تشغيل جميع العمال والمستخدمين اللي كيشتغلوا في هذا القطاع داخل هذه الشركات. إذن ولتجاوز المرحلة الانتقالية اللي كيعرفها هذا القطاع، تم التمديد لأصحاب الشركات لمدة 6 أشهر. 6 أشهر مدة منحتها الجماعة الحضرية للشركات الخاصة لحل إشكالية تدبير مرفق النقل بالمدينة، وذلك من أجل تجاوز جميع الاختلالات التي يعرفها هذا